ارتأت الوزارة أن تركز أكثر على البعد الإفريقي للموروث الجزائري، وذلك لما يمثله من إشعاع ثقافي وعمق حضاري لبلادنا، وتأكيداً على مسائل في غاية الأهمية من حيث الانتماء والتاريخ المشترك، وبما يدعو إلى ضرورة التعاون وبذل المزيد من الجهد في سبيل تعزيز هذه الرؤى البناءة التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي الإنساني الجزائري منه والإفريقي، اعتباراً بأهمية العلاقة المتشابكة تاريخياً وحضارياً بين الجزائر وعموم إفريقيا. ولذلك كان شعار التراث هذه السنة مستجيباً لهذه التطلعات والرهانات، وتقديراً للمكانة الحضارية لبلادنا التي تعتبر ثاني مهد حضاري وتضم ثاني أقدم تواجد بشري.